مخططات النظام الإيراني في الشمال السوري نتابعه في التقرير التالي. رفض واستنكار شديد قوبل به اجتماع مسؤولين إيرانيين في العاصمة طهران بشيوخ عشائر عربية قاطنين في مناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظة دير الزور، خطوة فسرها الشيوخ ووجهاء العشائر العربية بسعي النظام الإيراني لإشعال نار الفتنة بين سكان الشمال وشرق سوريا بشكل عام والتحريض ضد قوات سوريا الديمقراطية بشكل خاص، داعين أبناء جلدتهم لعدم الانجرار وراء مخططات النظام الإيراني التخريبية. نطالب أن أهلنا وشيوخ العشائر الموجودين اللي في دير الزور في محافظة الرقة، طبعا خارج نطاق قصد أنه لا ينغرون بإيران وينسحبون مع إيران ويمشون مع إيران، لأنه إيران عم بتحاول تخرب هالبلد تدمر هالبلد. فأنا باسمي باسم شيوخ العشائر الموجودين بالرقة نطالب الشيوخ اللي عليهم اعتماد ومبني عليهم سوريا أنهم ما يسمعوا لإيران ولا يمشون وراء إيران ولا تخريب إيران. مخطط النظام الإيراني باستمالة بعض الوجهاء وتشكيل فصيل مسلح باسم جيش العشائر يتبع للحرس الثوري مع مده بالمال والسلاح بغية قتال قسد، أمر مرفوض لدى شيوخ العشائر الذين يؤكدون دوما على نبذ التدخلات الخارجية. نندد ونستنكر كل ما يقوم فيه دول الجوار وخاصة إيران، إيران التي تتدخل في الشأن السوري، ونناشد أهلنا وشيوخنا وكافة شيوخ العشائر ووجهاء العشائر في المنطقة الشرقية وفي سوريا جميعا عدم تفكيك سوريا، ويجب أن يكون الحوار سوري سوري. شيوخ العشائر شددوا في وقوفهم مع قوات سوريا الديمقراطية ضد أطماع النظام الإيراني في بلادهم الذين دافعوا عنها مع قوات قسد في خندق واحد وحرروها من تنظيم داعش الإرهابي. احنا كشيوخ وجهاء عشائر مع قوات سوريا الديمقراطية غلبا وغالبا، وأن جميع السوريين الموجودين على الأرض السورية هم سوريين، وإيران دولة خارجية، فما علاقة إيران بشيوخ العشائر السوريين؟ وإحنا اعتبنا على شيوخ العشائر السوريين أنه هذا الأرض السورية وهم جماعة سوريين، فإحنا كلياتنا مع قوات سوريا الديمقراطية وكلياتنا ندافع عن أرضنا بما استطعنا من قوة. وللعشائر العربية في سوريا ثقل كبير يطمح النظام الإيراني لاستمالته وتطويعه في سبيل تحقيق أطماعه باقتطاع أكبر حصة ممكنة من الأراضي السورية. وحول هذا الموضوع أرحب بضيفي من الشمال السوري الشيخ حسين السهدة عضو هيئة أعيان العشائر. أهلا بك شيخ حسين على شاشة اليوم وضيفا في حديث اليوم. بداية، في أي سياق تأتي دعوة طهران بعض وجهاء العشائر العربية لزيارتها؟ أرحب بكم قناة اليوم. لنعود إلى الماضي قليلا، العشائر العربية هي جسم متكامل مع العشائر الكردية، وإن حاول الآخرون أن يأخذوا هذا القسم أو هذا القسم، العشائر جسم واحد. نعم، إيران تحاول بشتى الوسائل جذب بعض الشيوخ الذين موجودين في مناطقها، التأثير على شيوخ الجزيرة وشيوخ الفرات، إقليم الفرات، وشيوخ شمال وشرق سوريا بشكل عام للتأثير وإثارة الفتن فيما بينهم، لكن نحن لن نقبل هذه أبدا. نحن مع إخواننا الكرد من العشائر الكردية والمسيحية والتركمانية والتركسية، نحن جسد واحد، وسندافع عن بلدنا سوريا. نحن في شمال سوريا ندافع عن سوريا بكل حدودها 185,000 كيلومتر مربع. نحن قاتلنا الإرهاب في كل مكان بأبنائنا من كل المكونات. فأين كان هذا الشيخ الذي ذهب إلى طهران أو ذهب إلى الآن قسم منهم موجودين في اسطنبول يتحدثون عن الشعب السوري؟ أين هم من الشعب السوري؟ نحن من دافعنا عن بلدنا سوريا وحررنا الإرهاب بكل مكوناتنا، كردا عربا مسيحيين أتراك تركمان تركس
كلنا وسنقف بالمرصاد لكل فتنة تحدث. نحن موجودين على الأرض سوريين بهويتنا الوطنية ولن نتنازل عن ذلك. نعم نعم شيخ حسين، طيب ما الأهداف القريبة والبعيدة لطهران في المنطقة برأيك؟ أهداف طهران كما أهداف تركيا، الكل يبحث عن مصالحه. طهران تبحث عن مصالحها في سوريا من حيث السيطرة على أماكن كثيرة في سوريا، كما تركيا تحتل أراضينا بغزو صريح ولم يتحرك العالم ولم يساعدنا العالم، بل العالم تناسى ذلك عندما احتلت أراضينا. والآن الحديث يجر بعضه، الآن عيسى تتعرض لعدوان صريح غزو واضح، والأمم المتحدة وأوروبا لم تحرك ساكن لا باتجاه إيران ولا باتجاه تركيا. إيران محتل قسم، تركيا الآن تحتل احتلال رسمي. أين بندهم السادس وأين بندهم السابع؟ طيب ما مخاطر الانجرار وراء الممارسات التي تفتعلها إيران خصوصا بعد هذه الدعوة الأخيرة في طهران؟ إيران تبحث لحلفاء لها من العشائر العربية. طيب ما خطورة الانجرار وراء ما تفعله أو ما يفعله النظام الإيراني؟ الانجرار، انجرار العشائر وراء إيران يا أختي العزيزة، مبني على مطامع كبيرة جدا ونحن نعرفها، من خلال العشائر ومن أبناء العشائر السيطرة على منطقة الشمال السوري، شمال شرق سوريا، في حيث هذه العشائر تتواصل مع العشائر الأخرى لتحدث فتنة. ولكن هذا لن يحدث، الكردي أخي ولن أتنازل عن أخي، هذا يجب أن يعلمه العالم كله، نحن أخوة ولن نتنازل عن دماء بعضنا البعض، عشنا منذ آلاف السنين سوية وسنقاتل ونموت سوية. طيب وفقا نعم أعتذر منك، ولكن وفق صحيفة القدس العربي طهران تريد تجييش العشائر العربية ضد قسد والتحالف الدولي، برأيك ما حظوظ طهران فيما تفعله؟ أقول لكل من ذهب إلى طهران، نعم، قصد من هي؟ أليسوا أبناء العشائر العربية والكردية والمسيحية والتركمانية؟ طب هل تغفل طهران عن هذه النقطة؟ نعم، ألا تعرف طهران بأن قسد مكونة من كل مكونات سوريا العربية والكردية والسريانية؟ طهران تعرف، نعم، ولكن تبحث عن الفتنة بحيث تضرب هذه القبيلة بتلك وتضرب هذه القبيلة بتلك، يسهل لها السيطرة على شمال سوريا. نحن سوريين وموجودين على الأرض بكل عشائرنا، ولن نسمح لا لطهران ولا لتركيا ولا لغيرهم يعني يسيطروا على شمالنا الحبيب، لأن الشمال سوريا الحبيب هو من سوريا، ونحن هدفنا حماية بلادنا بالمئة والخمسة وثمانين ألف كيلومتر مربع. إيران فلتذهب تحمي حدودها، إيران فلتذهب إلى بلادها، كفانا عنتريات. الآن إيران موجودة على في سوريا وعلى أساس أنها تدافع عن الشعب السوري، وتركيا كل يوم تحت الأراضينا لأنهم يبحثون عن مصالحهم فوق الجميع. هذه ليست شيخ حسين، هذه ليست المرة الأولى إيران أو النظام الإيراني يقوم باستقبال وجهاء عشائر ويقومون بتوجيه خطاب تحريضي، هل تحاول إيران افتعال تكتيك جديد برأيك؟ قد يقول ذلك، ولكن من ذهبوا إلى طهران من وجهاء العشائر العربية ثقي تماما، هؤلاء لن يؤثروا على عشائر شمال وشرق سوريا إطلاقا، وليس لهم وزن على الشمال وشرق سوريا، فليغردوا في سربهم. لكن نحن نريد منهم هؤلاء وهم قد يسمعون الآن، نحن ندافع عن سوريا كلها وحررناها من الإرهاب، وأنتم كنتم متفكعين في أماكن أخرى، واليوم عندما حررناها جئتم لتعملوا على الفتنة، لن نسمح لكم، سنكون أخوة متحابين وأهيب بشعبنا في شمال وشرق سوريا بكل مكوناته، عليكم بوحدتكم واستئصال أي شخصية تطالب بالفتنة أو تبحث عن مصالح لها استئصالها. لكن نحن أقول لك وبصراحة، تفضل، والله نحن العشائر العربية والكردية والمسيحية والمكونات الأخرى من تركمانية وغيرها، والله متحابين، قلت لك قبل لحظة، لن أسمح لأحد أن يستفرد بأخي الكردي، لأن مصيري ومصيره واحد،
ولن أسمح لأحد أن يستفرد بأخي المسيحي، لأن مصيرنا واحد وهم لن يؤثروا إطلاقا، بل سيذهبون إلى طهران ويعودون خالي الوفاض إلى بلدهم. فقط ذهبنا إلى طهران لا أكثر ولا أقل، لكن على كل الدول الضامنة. نحن نستغل قناة اليوم في هذه الكلمة، أطالب كل الدول الضامنة أن تقف معنا في حربنا في عين عيسى ضد الغزو الصريح، وأطالب الدول الأوروبية بأن على الأقل تفرض عقوبات على تركيا. ولكن الأمم المتحدة نحن نعرف بأنها وجدت ميتة، هي أيضا تبحث عن قوانين. شيخ حسين، طبعا العديد من الأهالي طبعا في مناطق في دير الزور طبعا خرجوا يطالبون بتدخل قسد والتحالف الدولي لتحرير طبعا أراضيهم أو مناطقهم من الحكومة السورية والفصائل التابعة للنظام الإيراني. برأيك هل المنطقة على استعداد طبعا تتقبل ثقافة دخيلة على مجتمعهم؟ أختي العزيزة، أنا لا أتكلم عن الحكومة السورية، الحكومة السورية نحن سوريين وهم سوريين. لكن من حق عشائر غرب الفرات أن تستنجد بقوات سوريا الديمقراطية، لأنها من أبناء العشائر العربية والكردية، من أبناء شرق الفرات، منهم سوريون، من حقهم أن يستنجدوا بإخوتهم لكم يحموهم من الميليشيات الموجودة هناك. وتحدثوا لي الكثير منهم أن هناك صعوبة في الحياة، ضغط عليهم من الميليشيات الإيرانية، لكن الحكومة نحن لا نتحدث عن الحكومة كما يعني المجتمع لا يتقبل أفكار النظام الإيراني الدخيلة، المنطقة غير متقبلة لهذه الأفكار الدخيلة. نعم لن نقبل أفكار دخيلة خارجة عن ثقافتنا وعن مبادئنا. هذه الأفكار الدخيلة ستسمم الوطن، وسنحاربها إن شاء الله بهمة أبناؤنا في شمال سوريا وفي سوريا. طيب. نحن سوريين وهدفنا الدفاع عن بلدنا وبناءه بالشكل الصحيح. طب وفقا لصحيفة القدس العربي أيضا، إيران أو النظام الإيراني بزيارة شيوخ العشائر تم منحهم امتيازات مادية طبعا لشيوخ العشائر، بعض شيوخ العشائر، لتحرضهم ضد قسد والتحالف الدولي. برأيك الآن خصوصا بأنه الأجنبي متى ما كان له أطماع على أرض معينة فأنه يفتعل الفتنة، برأيك الآن أبناء المنطقة يعني على أي مدى هم بدراية من أفعال النظام الإيراني؟ نحن نعرف ونحن سياسيون. نحن السوريين سياسيون، وأقول لك كل من يذهب إلى بلد ما ليحصل على مال فهو لن يفيد الشعب السوري، لن يفيدنا قطعا. هو سيأخذ أمواله ويرحل إلى مكان ما. نحن موجودين على الأرض، وهذا ماذا سيقولون للتاريخ عندما يأتون بأموال والشعب السوري تعرض ما تعرض خلال 10 سنوات من التنظيمات الإرهابية للقتل والتهجير والدمار. ومن دافع عنه، والشعب السوري يعرف من دافع عنه ومن حرره من التنظيمات الإرهابية التي هي الآن تتسكع في تركيا وغير تركيا، وقسم منها قد يكون تابع لإيران لا نعلم بذلك، لكن هي حقيقة. من المعيب عليهم أن يأتوا بأموال ليحرضوا على الفتنة، لأنها هيهات من الذلة كما يقولون. نحن موجودون بكل مكوناتنا في أطيافنا الجميلة، نحن دفعنا أكثر من 15,000 شهيد وحوالي 25,000 جريح خدمة لشعبنا ولسوريا ضد الإرهاب، وهذه الدماء لو وضعت في نهر لملأته. هل نترك بلادنا لهؤلاء المتسكعين؟ لن نتركها، سنقف لهم بالمرصاد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك من الشمال السوري الشيخ حسين السادة، عضو هيئة أعيان العشائر، على كل هذه المعلومات والإيضاحات. مشاهدينا، فاصل ونعود.